تخلص فعلاً. أخيراً. لازم تقف شوية. لازم أتصرف. إيه الأرض ده؟ لازم أتحرك. أيوه. أنت اللي هناك. استسلم. نزل سلاحك. مش هنقتلك. إحنا بنوعدك بكده. تمام. أخيرا. ازاي ده؟ جوايز كتير. رجالة جايين. أيوة حلو. أهلا. رجالة جاية. مصابة. أنا مصابة.
اهلا اهلا ريكي، انا لقيته. ديكن، ايه الراحه دي؟ لينزي عندها شويه اصدقاء مقربين، انا هعرفهم. تمام، اشوفك بعدين يا ريكي. أشك في ده، لو كنت مسخة وعرفت ده مش كنت هتموت نفسك بنفسك؟ كنت مع مجموعة من اللاجئين اللي جم من بورتلاند، أفتكر إن كان عددنا بالميات. عارفة، غباء صح؟ كنا في الممر الضيق ده على رجلينا، شايلين كل حاجة في عربيات إيد أو عربيات أطفال أو عربيات بتتجر، كل حاجة. كان الطريق مليان عربيات متسابة، محدش ساق عربيته. المهم هجمتنا مجموعة من المصابين بالعدوى، تقريبا كانوا 1000. مش عارفة ازاي ما متش. ديك، أنا كنت بفكر في كل اللي انت بتقوله عن حاجة تعمل تغيير في المعسكر ورد اللي عملته. أنا سامعك. انت فاضي شوية؟ عاوز أوريك حاجة. أيوة، بيتهيألي عندي وقت لده. هنروح على فين؟ زرت الكهوف قبل كده اللي شمال البحيرة؟ عارفها. يلا اما نشوف هتلحقني ولا ايه. طيب يلا بينا. عندي مهمه اصلا النهارده الصبح، هشوف لو في حد من المسوخ في الطين هنا. امتى اخر مره رحت فيها هناك؟ من سنين تقريبا، لما كنت صغير انا وعيلتي كنا عايشين في الكهف القذر ده. ابويا كان فاكر نفسه عالم جيولوجيا. واضح ان شوية مسوخ ممسوكين في الطين. ايوه ها. حلو قوي، شكل سكيزو لقى الشخص المناسب للمهمة. عارف سكيزو ممكن يعمل ايه؟ عموما زي ما كنت بقول، كان بيقضي ساعات بيتكلم عن ازاي الكهوف اتشكلت لما الحمم اتجمدت من بره، بس من جوه لسه سايلة زي النهر. في كهوف كبيرة جذبت السياح زي ميتوليوس هناك، وفي كهوف أكتر منتشرة في الأماكن دي. طيب طيب، نروح الطريق السريع، لازم نكون هاديين. تمام، انزل انزل. مش مصدق، عشان كده جبتني هنا عشان اشم ريحه مجموعه من المسوخ. ايوه تمام تمام، يلا ورايا. استنى استنى، انا ماشي وراك ليه؟ انت هتودينا فين؟
هتشوف. يلا دلوقتي ما تقربش اكتر، خليك تحت. احنا بنعمل ايه يا ديك؟ الموضوع مش صح حتى بالنسبه للرحال. استنى استنى استنى، فاكر لما قلت لي عن السياح بتوع كاليفورنيا اللي بيجوا في الصيف وبيقفلوا الطريق السريع 97 واي 5؟ ايوه، في شهر يوليو الناس كانت ريحتها وحشه زي المسوخ. انت ما غلطتش في اي حاجه، المسوخ دول المجموعه الكبيره اللي بيقولوا عليهم الحشد، اعتقد انهم السبب انهم كتير. قصدك ايه؟ فكر في الموضوع، انا بجمع الجوائز من حوالي سنه، وكمان بوزر وريكي وسكيزو وغيرهم. تفتكر قتلنا مسوخ قد ايه؟ شويه. قليل، ايوه، بس برضه ما بينقصوش. ايه قصدك؟ مجموعه المسوخ دي كل ليله في منهم شويه بتروح طريق سانتيام السريع، الاف منهم بتروح لوادي لوست ليك شمال الشلالات. وفاكرهم جايين من كاليفورنيا؟ الطريق السريع مقفول، محدش راح ممر سانتيام من سنين. مش مقفول للحشود ابدا، المسوخ هم السبب الرئيسي في انه مقفول. عموما اللي عايز اقوله يعني هو ان المسوخ كل ليله بيدخلوا ومحدش بيقدر يوقفهم. انت عندك حق، خسرنا رجاله كتير وهم بيحاولوا زمان. ايوه عارف، انا كنت هناك، وكل مجموعه بتعدي بتسيب وراها شويه هائمين وبيتفرقوا، ومره واحده المسوخ بيبقوا في كل مكان وتقدر تشوفهم على طول نظرك. مش محتاج تشوفهم عشان تعرف انهم موجودين. لقينا طريقه نوقف بيها المسوخ، يمكن كمان نخليهم يهربوا من هنا فعددهم يقل عشان نأمنها ونحرر أراضي ومصادر ري. أيوه. طيب هنعمل كده إزاي؟ أنت عارف إنك مش هتعرف تواجه الحشد أو أياً كان اسمه. بالمنظر ده هو إيه اللي بيحصل ده؟ صح، بيفضلوا هنا طول اليوم، البهات الشتوي أو أياً كان القرف اللي بيعملوه. طب وإنت بتفكر في إيه؟ أيوه، بنفجر الناس القذرة، بنرشق ديناميت هنا وهنا وهنا، وصخور الجبل تقع ونقفل الكهف على السفلة دول. ولما هنحبسهم جوه الكهف إحنا هنستفيد. لا 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 لا، إنت مش فاهم، إحنا لما نقفل عليهم الكهف مش هيلاقوا مكان يناموا فيه، وساعتها المكان المقرف ده هيبقى من غير ريحة، وبكده التانيين يبطلوا ييجوا. تمام، طيب ماشي، شدت انتباهي. تمام، يلا لازم نرجع. طيب انا دربت ركبي شويه، اما نشوف لو هتلحقني. ايوه. طيب قولي، من امتى والقعده بره بتخليك خبير في المسوخ؟ بتقضي وقتك وانت ماشي وراهم تشوف ايه اللي بيضايقهم؟ مش بالظبط. امال عارف كل ده منين؟ عارف اللي الحشود بتعمله وعارف مكان نومهم؟ من كام يوم كنت عند بركان فيلنا، وعدت مروحيه طياره. ايه العبط ده؟ اسمعني، كانت هليكوبتر لونها اسود، مروحيات نيرو اللي كانت بتلف لما الزفت اللي حصل ده حصل. يعني انت شفت واحدة طايرة؟ انا مشيت وراهم وسرقت راديو من بتوعهم، كنت بحاول اراقبهم عشان اشوف قاعدتهم عشان المؤن، اوف قصدي عشان اعرف لو الفيدراليين لسه عايشين. فاهم اللي بقوله؟ كانوا بيعملوا شوية دراسات ميدانية وابحاث على المسوخ، كان عندهم موارد يعملوا بيها كل ده، واحنا هنا جعانين وبنحارب عشان نعيش. مشيت وراهم لحد كهوف جراتو، عارفها؟ ايوه. ثبتوا اجهزه كشف حركه بيشوفوا عدد المسوخ اللي بيجوا الكهف الصبح، وكانت الالاف يا مايك. عندك حق. قالوا ان المسوخ بيروحوا في محيط جبال كاسكيد في جنوب بحيره كريتر، وفي الشمال لحد سميثروك، وكلهم بيناموا في أنفاق الحمم. لو فجرنا الكهوف
هنقتل منهم وسوخ كتير صح؟ استنى، فكرتك حلوة بس محتاجة دراسة. عشان ننفذها هنحتاج كمية كبيرة من المتفجرات. مش قلت عايز لوست ليك كلها تبقى في أمان؟ ده اللي بنعمله. تمام تمام. بص، في حاجة لازم أعملها، اتفقنا؟ بس قابلني عند الجسر بعد دقايق. أنا عارف هنلاقي المتفجرات فين. سانت جون كان أيوة يا سكيزو، بخصوص ده أنا مشغول. شايف؟ أنا وآيرون مايك هنطلع في جولة دلوقتي حالا. أنت وآيرون مايك، أنت هتروح هناك النهاردة أنت وصاحبك الحقير، وإلا هتلاقوا نفسكم مرميين برا في القرف، سمعني؟ ومش هتلاقوا مفر. ايوه هوصل لده. سانت جون حول. عايز ايه؟ عندك حاجه عايز تقولها؟ مستعد؟ هنروح فين؟ لازم تثق فيا المرة دي. طيب هنروح فين؟ انت عارف استخدمه ايه للتنقيب في الاماكن دي؟ ايوه السبق او حاجة كده. صح، السينابار. استخرجوا الزئبق من السينابار. الناس اللي في الشرق كانوا فاكرينها مناجم ذهب وفضة هنا، بس هي مش كده. في أوائل فترة 1900 السينابار كان أغلى من الذهب. كانوا بيحتاجوا متفجرات عشان يشغلوا المنجم، عشان يعملوا أنفاق جديدة ويشيلوا الأنقاض والحاجات دي. عشان تجيب المتفجرات كان لازم تسجل مع المقاطعة وتسيب نسخ من مفاتيح الصناديق المقفولة مع المفوض. استنى، محكمة المدينة هي فين دي؟ افتكرتك عارف إنها في المبنى الفيدرالي القديم. المبنى الفيدرالي القديم اللي فيه معسكر شيرمان؟ يا خبر يا مايك، ايه ده؟ انت مش قلتلي ان احنا مش هنحط رجلنا في المكان ده تاني؟ بجد حقيقي مش فاكر. كنت مش في وعيك بعد ما جوت قتل على طول. انا قلتلك السبب؟ لا. هنا، ادخل يمين هنا. وصلنا. مايك، المكان هيتملي بيهم، ما افتكرش انها فكرة كويسة خالص. الجو كويس، هنكون في امان. طيب شايف ده؟ ده المبنى الفيدرالي القديم، ده اللي احنا عايزينه. خلينا في حالنا، ابعد عن المباني. يلا لازم نتحرك من هنا. احنا رايحين فين؟ تعال ورايا، المفتاح مع المفوض. وانت عارف هو فين؟ قصدي فين جثته؟ ايوه تقريبا. سمعت عن اللي حصل هنا؟ ايوه كلهم ماتوا، وقليل اللي عرفوا يهربوا. وانت كنت واحد منهم صح؟ اتنين بس عرفوا يهربوا، انا ونورا. بس مش المسوخ هي اللي هجلتنا. قصدك ايه؟ هنا. ايه ده؟ بتقولي يا مايك؟ من اسبوعين الذخيرة خلصت وطلب الطرفين عودنا وعملوا اجتماع هنا. وعرفنا اللي كان مستنينا، عرفنا وتحضرنا علشانه. الحرب
ما استمرتش كتير، بس كانت شرسة. في النهاية فضل معاهم ذخيرة، وساعتها تقدر تتخيل هم عملوا ايه. زي ما قلت، بعد كل ده وبعد اللي عملته مشي شخصين من البلد. في بعض الأوقات كنت بتمنى ما بقاش واحد منهم. الوكيل قاعد هناك ولابس بدلة محاسب. روح هات المفتاح منه علشان نخرج من هنا. انت مهمكش قوي قفل الكهوف. انت جبتني هنا، انت جبتني هنا علشان اشوف المذبحه دي. غلط، انت مش اخدت المفتاح. هنجيب خرايط المناجم دي زي ما قلت، وهنجيب متفجرات اكتر عشان نقفل كل كهف في الوادي. تخريف. عندك حق في حاجه واحده، انا مش اسف انك شفت ده. مش فاهم يا مايك. انا بتكلم عن الحرب اللي جايه ضد الممزقين، الحرب اللي سكيزو مستنيها. انت فاكر انه مهتم كم واحد يموت ولا انهي طرف؟ مش مهم، يلا خلينا ننجز الحوار ده. اهو الباب. المكان مقفول جامد. يلا لازم نلاقي طريقة نطلع فوق. الريحة هنا وحشة قوي. المراوغين، أنا شامم ريحتهم، مزعجين. ما حبتش الأطفال قوي، وده كان دايما مصدر توتر العلاقة بيني وبين إليزابيث. أتمنى أن روحها ترقد في سلام. تمام. الوضع كالآتي، معانا خرايط لكل مناجم المقاطعة اللي خبوا فيها الديناميت. تمام، يلا. انت سامع ده؟ مظبوط. انت مستني حد؟ لا. ولا انت بتحمي ظهري؟ بص، ما بحبش افتعل المشاكل، ولو حصل بحاول انهيها. ورايا. انت، انا اقدر اخد بالي من نفسي. ما قلتش انك ما تقدرش، لكن انت مش فاكر اخر مره كنا بره؟ ايوه، زي ما قلت لك في ظهرك. دول كلهم، يلا بينا. انا في ظهرك. وطي راسك، انا هتصرف. وصوخ هيهد البلد كلها على دماغنا. شفت حد؟ لحظه وصوخ. خليهم مشغولين. ايوه يلا. اسف جاي. احنا ابني عجوز؟ ايوه، انا في ظهرك بالظبط.
مايك الموضوع ما انتهى. يلا انا شايف. لازم اتوقع ده. خبر على الفوضى. عرفت ليه ما حدش عايز يروح معسكر شيرمان؟ لو ادي عرفت انك هنا وبتخاطر هتتعصب عليك قوي. قول لي بقى، هي عرفت ازاي حاجه زي كده؟ مش بسببي. خصوص الممزقين، ليه عايزني اشوف القرف ده؟ عارف يا ديك، انت بتفكرني بنفسي بالظبط، ايام زمان. ازاي ده؟ ما بتهتمش بحاجه، بتهتم بس بصديقك. مش عايزه يموت، بس انا او اي شخص تاني على الكوكب عادي انه يموت. الاهتمام هيتسبب في موتك. ايوه ده صح، بس الحقيقه عدم الاهتمام هيخليك تموت برضه. اللي الناس عملوه في معسكر شيرمان هو انهم بطلوا يهتموا بحد غير نفسهم. لما تشوف الشخص اللي قدامك حتة لحمة واقفة قدام هدفك بيبقى سهل تقتله. سكيزو عايز يقتل الممزقين عشان هو شايفهم ما بقوش بشر، وانهم مش مؤمنين، وانهم عقبة بينه وبين هدفه. بس انا مش مقتنع بكده، مش هسمح ان ده يحصل. تعرف يا سكيزو، هو بيسأل لي أنا من دعاة السلام، وده زي ما انت عارف بيحب يسميني كده. بيتهيأله إن أنا عايز أقتل الكل. انت هتعمل ده فعلا يا مايك؟ هتتسبب في موت الكل؟ المسوخ مش هتفضل موجودة للأبد، ولما تموت كلنا هنحتاج ناس كتير عشان تساعدنا في لم الشتات. هي استنى، بص اسمع اسمع، أنا ما بحبش كارلوس ولا بحب أتباعه وما بحبش تكر وكوبلاند والأغبية المؤمنين بيه. بس استنى اسمع، بص أنا هجيب لك من الآخر يا ديك، أنا مش هغير اتجاهي علشان أقتلهم. أنا قتلت بما فيه الكفاية. طيب ولو كارلوس جالك؟ الهدنة مستمرة، اتأكد من ده.